السلام عليكم. في القناة الأولى حكينا على حراسة المرمى ومحور الدفاع بالطبيعة فيما يخص قائمة الناخب الوطني جلال القادري اللي أعلن عليها اليوم لواجهة المنتخب الليبي ذهاب وإياب 24 مارس في تونس 28 مارس في ليبيا. لذا اللي ما شاهدش الحلقة الأولى أو الجزء الأول من الحلقة أتوا نخلي لكم الرابط في الوصف تنجموا تتفرجوا في الجزء الأول. لذا حاليا ننتقلوا لوسط الميدان والمتكون من 7 ملعبية واللي هما كل من الياس سخيري لاعب كول الألماني، عيسى العيدوني يونيون برلين، أنيس بن سليمان بروندبي الدنماركي، محمد علي بن رمضان الترجي الرياضي، حنا باعل المجبري برمنغهام الأنجليزي، شيم جبالي ليون الفرنسي، وغيلان الشعلالي الترجي الرياضي. ممكن أكثر خط ما فيهش انتقادات كبيرة هو خط الوسط، الانتقادات الكلها في خط الهجوم، ولو أنه خط الوسط عدنا ما نحكيه عليه. أفضل نقطة إيجابية في وسط الميدان أكيد أنه الفرجاني ساسي مش متواجد فيها. الملعبية حاليا متواجدين في قائمة في وسط الميدان ما همشي أفضل من الفرجاني ساسي، ثم اللي أفضل منه وثم اللي مستواهم متقارب، لكن بالنسبة للفرجاني ساسي لاعب اللي يفسدها في الجروب، اللاعب اللي أثر في الجروب شفناه فسدها في كأس العالم 2018 وقت اللي تعارك مع الصحفيين في التدريبات، وهذا بطبيعة موثق، وفسدها كيف كيف في كأس العالم وقت اللي حكاه مع ألو بيبي وبكنا نعرفوا الحكاية. باختصار كعبة غلة فاسدة ويلزمها تتنحى من الصندوق باش ما تعديش البقية. مهم أنه تم إقصاء فرجاني ساسي من القائمة، لكن الأهم يلزم ما عادش تتقدم له الدعوة في المستقبل حاجة، ومشيت على روحها ما نقعدوش لك الكوفاها. الفرجاني ساسي ما عندوش مكان في المنتخب، يحب يعتزل، يحب يقعد يتفرج من بعيد، هذيك حاجة تخصه. 7 ملعبية في وسط الميدان، عيسى العيدوني، الياس سخيري متفاهمين فيها، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، نفس الوضعية، الوضعية متاعهم حتى مع المنتخب التونسي باش يصبر عليهم لأنهم مستقبل المنتخب. أنيس بن سليمان حاليا لاعب احتياطي مع فريقه بروندبي، مش بسبب مستواه اللي نزل لكن بسبب مشاكل شخصية، يحبوا يجدوا عقد اللاعب واللاعب يحب ينتقل للفريق ما أفضل. ومحمد علي بن رمضان حاليا قاعد يمر فترة نوعا ما صعيبة مع الترجي الرياضي، لاعب أساسي في الترجي الرياضي لكن مش قاعد يقدم في اللي قاعد يقدم فيه محمد علي في السابق. قولها ونعاودها، محمد علي بن رمضان لو باش يقعد في الترجي الرياضي راهو له لمصلحته، وله لمصلحة الترجي الرياضي، وله لمصلحة المنتخب التونسي. محمد علي بن رمضان في الترجي الرياضي ممكن بنسبة كبيرة يخسر مكانه في قائمة المنتخب، وممكن حتى يخسر مكانه في تشكيلة الترجي الرياضي. لذا الموسم القادم محمد علي بن رمضان يلزمه ينتقل لأحد الدوريات الأوروبية. يقعدوا 3 ملعبية، حنا باع المجبري شيم جبالي وغيلان الشعلالي. حنا باع رغم انه المقابلة الأخيرة قدمها سيئة، لكن عمرنا لا نحكم على لاعب بمقابلة ولا اثنين. الاستاتيستيك اللي قدمهم المجبري الموسم الحالي مع فريقه برمنغهام على سبيل الإعارة بصراحة أرقام تخوله أنه حتى يكون في التشكيلة الأساسية. أرقام المجبري تقول الموسم الحالي خاض 31 مقابلة مع برمنغهام، منهم 20 مقابلة كأساسي، في المجمل تحصل على معدل 7.6 من 10، قدم 5 تمريرات حاسمة، سجل هدف، وكان متواجد في التشكيلة المثالية في 2 مناسبات. كان أكثر من وراء 30 هجمة سانحة للتسجيل، وتقريبا أكثر من 400 تمريرة حاسمة، أي بمعدل 71-72%. أرقام ممكن من الوهلة الأولى تشوفها أرقام عادية، لكن كبداية كأول موسم للاعب تعتبر أرقام بصراحة مش خايبة. لكن الموسم القادم حنا باع المجبري باش ينتقل لمانشستر يونايتد، باش يقعد في برمنغهام، أو باش ينتقل على سبيل إعارة الفريق آخر، يلزم أرقامه تكون أفضل من الأرقام اللي قدمها الموسم الحالي. وبالنسبة لشايم جبالي، ممكن قبل كأس إفريقيا، ممكن للأواسط بطبيعة ممكن كنا نحكيه وعليه كلام، لكن بعد كأس إفريقيا باش نحكيه وعليه كلام آخر. شايم جبالي لاعب ليون الفرنسي الفريق الثاني، العب بالموسم الحالي 15 مقابلة، قدم تمريرة حاسمة واحدة وما سجل ولا هدف. شوف مانيش ضد شايم جبالي كتشبيب في المنتخب، أكيد معاه 100% أنه يكون في المنتخب التونسي، لاعب عمره 19 سنة، لاعب متكون في أوروبا. لكن لو باش نخليه شايم جبالي ديكور، والله لاعب شاب ولاعب متكون في أوروبا وهو لاعب مش أساسي ومنجمش يقلع بلاسته
في المنتخب التونسي. هنا راهي تفرق بين لاعب ما نجمش يقلع بلاستو ولاعب ما عطاوش الفرصة باش يقلع بلاستو. لا شيء مش بالي لو يعطيوه فرصة مقابلة واثنين وثلاثة وما يكونش لا لاعب أساسي بين التشكيلة الأساسية، وكيف كيف تحس إنه اللاعب ما ينجمش يلعب باستمرار مع المنتخب التونسي وما يلعبش في الفريق الأول ليون الفرنسي، نتصور ما ثماش علاش باش يكون متواجد في المنتخب التونسي. شيء مش بالي قبل كأس إفريقيا، شيء مش بالي في المقابلة الودية أمام جزر القمر، شفناه كما قلنا عمل كعبتين بهين، لكن مع المنتخب التونسي الأواسط لعب تقريبا 6 أو 5 مقابلات ما شفناش فيها حاجة كبيرة. ممكن هذا يرجع الفريق مازال مش متأقلم مع بعض، وشيء مش بالي ممكن مازال ما دخلش في جو المنتخب التونسي، لكن نصبر ونعاود نقول له نصبروا على شايم إجبالي. كان حسينا انه الملاعب ينجم يقدم الاضافه للمنتخب التونسي مرحبا بيه ومرحبا باللاعبين والشبان الكل في المنتخب التونسي، كان حسينا شايم إجبالي زايد في المنتخب التونسي، كل ما ياخذ فرصه ما يعرفش كيفاش يستغلها، نتصور يعطي بلاصته للاعب اخر يكون خير. يقعد غيلان الشعلالي 29 سنه، الشعلالي لعب فقط 17 دقيقه امام المنتخب الفرنسي في دورة كأس العالم مونديال قطر، يعني اللاعب النجم نقوله بين قوسين ما نجمش يقلع بلاصته في وسط الميدان بتواجد كل من عيسى العيدوني، الياس الصخيري، حتى محمد علي بن رمضان وأنيس بن سليمان. لاعب نجم يكون متواجد في قائمة المنتخب، لاعب نجم يكون أساسي ويقدم الإضافة مع أندية ما نقولوش ضعيفة، حتى مع أندية متوسطة، لكن مع المنتخبات الكبيرة راهو شغيلان الشعلالي. صراحة ممكن الكلام هذا ما يعجبش البعض، لكن ما ينجمش يقدم الإضافة. ومن رأيي في عوض أنه تقدمت الدعوة الغيلان الشعلالي، مانيش عارف علاش ما قدمناش الدعوة المعتز الزمزمي 23 سنة، اللاعب أساسي مع فريقه صحيح في درجة ثانية فرنسية، لكن راهو ثم بعض الملاعبية اللي شاركوا في الدرجة الثانية الفرنسية وما نجحوش. المعتز الزمزمي إلى حد الآن لاعب أساسي، لعب جميع مقابلاته، مانيش فاهم علاش ما تقدمتلوش الدعوة للمنتخب. الحكاية راه مش حكاية الملاعبية المتواجدين في وسط الميدان أفضل منه، أكيد راهو ثم شكون أفضل منه، لكن مش الكل، لكن الحكاية أكبر برشا من أفضل منه. على حسب بعض الأخبار اللي عندي تقول إنه معتز الزمزمي مش من نوعية الملعبية اللي يحب يكون ديكور في المنتخب التونسي، تتقدم له الدعوة فقط من أجل الدعوة، لاعب لا فقط يحب ياخو الفرصة متاعه ويحب يبرهن إنه لاعب جدير إنه يتقمص ألوان المنتخب التونسي. والعقلية هذه متاع الملعبية أكيد ما تعجبش الناخب الوطني، بل ما تعجبش رئيس الجامعة وديع الجري. ثم كيف كيف لاعب برايتون سامي شوشان، شخصيا كان يخيروني بين انه تتقدم الدعوة لشايم إجبالي او سامي شوشان، نفضل سامي شوشان بالمستوى المحترم اللي قدمه في الدورة الاخيرة في كأس افريقيا. ثم معتز الزدام كيف كيف لاعب الترجي الرياضي، لاعب تقريبا عمره 23 سنة، لاعب صاحب امكانيات محترمة، اكيد المستقبل القريب باش يكون عنده شأن في الترجي الرياضي، وكيف كيف باش يكون عنده شأن في المنتخب التونسي. ونختمه بخط الهجوم، 6 مهاجمين، يوسف المساكني، الياس العاشوري، عمر العيوني، سيف الدين الجزيري، فراس بالعربي، وهيثم الجوين. شخصيا مع انه يوسف المساكني يكون متواجد في المنتخب او في قائمة المنتخب التونسي، لاعب الخبرة، لاعب قدم برشا في السابق وقدم حاليا للمنتخب التونسي رغم انه المستوى متاعه انزل، لكن نعاود نقولها، يوسف المساكني لو كان عندنا مدرب صاحب شخصية قوية، اول شيء يعمله اول قرار ياخذه الكابيتانا، الكابيتانا شارة القيادة يلزمها تتنحى اليوسف المساكني. علاش يلزمه يعرف انه لاعب عادي كيف وكيف بقية الملعبية، الكابيتانا بطبيعة يلزمها تتعطى اللاعب اخر، لاعب صاحب عقلية احترافية 100%. يقول القائل شنو الفارق بين يوسف المساكني وبقية الملعبية، بكنا نعرفوا انه يوسف المساكني لاعب مؤثر في المنتخب التونسي، راهي جميع المنتخبات في العالم راهي عندها ملاعبية مؤثرين، لكن يوسف المساكني يوصل حتى انه يوصل يأثر بالسلب، وهذا اللي مش معقول في المنتخب التونسي. يوسف المساكني يلزمه يعرف من هنا فصاعدا راهو لاعب كيف وكيف بقية الملاعبية، يستحق باش يلعب درج
مستحق باش يلعب 24 ساعة، يستحق باش يلعب مقابلة كاملة، يستحق باش ما يلعبش وما تتقدملوش الدعوة، ما تتقدملوش الدعوة. بالنسبة لعمر العيوني برشا فرحانين بتواجده، راني نقول فقط عمر العيوني يستحق باش يكون في قائمة المنتخب، مش يستحق باش يكون لاعب أساسي، رانا باش نكونوا متفقين، يستحق باش تتقدم له الدعوة وياخو فرصة ونشوفوه. وديما نقولوها راهو اللاعب يلزمنا نصبروا عليه قبل ما نشوفوه، حتى لو يكون عمره 33 سنة 40 سنة 50 سنة ما قدمت له الدعوة يلزمك تصبر عليه، ما تحكمش على اللاعب في مقابلة واثنين. عمر العيوني ممكن يقدم إضافة للمنتخب التونسي، لكن للأسف الشديد دعوة عمر العيوني كانت على حساب شكون؟ كانت على حساب عصام الجبالي. وبصراحة مانيش متأكد عصام الجبالي ياندرا تقدمت له الدعوة أو ما تقدمتلوش الدعوة بسبب إصابة ولا، لكن فضيحة كبيرة لو عصام الجبالي ما تتقدملوش الدعوة وتتقدم لسيف الدين الجزيري، هيثم الجويني، وتقدم كيف كيف الفراس بالعربي. للأسف الشديد عصام الجبالي من نوعية متاع الملاعبية العقلين اللي ما يحسبوهاش واللي ما يعملوش المشاكل، وهذاك علاش النوعية متاع الملاعبية هذوما ياكلوا العصا للي يقولوا يزي، يعفسوا عليهم ويتعداو ما يعملوا لهمش قيمة في فترة ما. عصام الجبالي راهو تقدمت له الدعوة وتنحى، وزيد قدمت له الدعوة مرة أخرى تقريبا في 48 ساعة على خاطر ثم لاعب آخر أصيب ولا عمل مشكل ولا اللي هو، رجع عصام الجبالي ومع هذا مدنكس راسه السمع والطاعة ونعم للمنتخب التونسي. عصام الجبالي ملاعبي عاقل، اما راهو اللي قدمه عصام الجبالي لقدمه سيف الدين الجزيري وله باش يقدمه، رغم انه تقدمت له الدعوه ما قدموش طه ياسين الخنيسي واللي اقصي، ومانيش فاهم انا طه ياسين الخنيسي اقصي من قائمه المنتخب واش مازال يعمل سيف الدين الجزيري في قائمه المنتخب. نقولها ونعاودها، راهم عملتين او وجهين لعمله واحده وهو عمله الفشل. ماك نحي طه ياسين الخنيسي، زيد خويا نحي معاه سيف الدين الجزيري، ولا على خاطر سجل هدف امام الترجي الرياضي باش نقدموا له الدعوه، يعني الدعوه ولينا نحكموا عليها مره جايه، نحكموا على دعوه بتوش، نحكموا على الدعوه بملاعبي عدى باس باهيه من مدافع المدافع، وليو نحكموا بالطريقه هذه راهي فضيحه كبيره. كيف ما قلنا اللي قدموا عصام الجبالي في المنتخب التونسي لا قدموا له باش يقدموا سيف الدين الجزيري ولا يم بيناتنا، ماهوش باش يقدموا هيثم الجويني ولا فراس بالعربي، حتى لو مسجل حاليا 15 ولا 20 هدف الدوري الاماراتي، يقعد دوري اماراتي ضعيف وضعيف جدا للاسف الشديد. مانيش فاهمين علاش عصام الجبالي ما تقدمتلوش الدعوه. البعض كيف كيف يلوم ويقول علاش سيف الدين الخاوي ما تقدمتلوش الدعوه، عادي جدا سيف الدين بسبب الاصابه، كيف كيف الشيخاوي لاعب الاتحاد المنستيري ما تقدمتلوش الدعوه رغم انه يستحقها بسبب الاصابه، وكنا نعرفوا هذا من الاول. حلقتنا اليوم وفات ان شاء الله قائمه المنتخب من مقابله لمقابله تتحسن اكثر، واللاعب اللي يستحق باش يكون متواجد فيها يستحق من اجل مصلحه المنتخب التونسي. تحيه تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.